احنا النهارده دي وقفه احتجاجيه على الانقلاب عموما وعلى كل ما تلاه من اجراءات ومن اعتقالات ومن سفك للدماء ومن تقييد الحريات. احنا ثورتنا مستمره ومش هتنتهي الا بنهايه دم اخر واحد الشعب المصري الحر الابي. ولو خلص الشعب المصري الحر الابي هتلاقي كل احرار العالم هيكملوا وقفتنا وثورتنا، لانها ثوره احرار يأبون الضيم ويأبون ان يحكموا بحكم عسكري.